افتتاح الأشغال تميز بكلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي قرأها الوزير الأول نذير العرباوي. أكد فيها الرهان الذي رفعته الجزائر في مجال الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وإنشاء نظام بيئي وطني محفز للمبادرة والابتكار، مكن من تحقيق مكاسب نوعية من حيث معدل استحداث المؤسسات الناشئة وتبوأ الجزائر للريادة في هذا المجال على المستوى القاري. رئيس الجمهورية أكد أن هذه الحركية النوعية ستسجل تصاعدا متسارعا في الفترة المقبلة مع الإصلاحات الاقتصادية العميقة والواسعة التي أطلقتها الجزائر من أجل تحسين بيئة الاستثمار والأعمال. لقد شهدت الجزائر تجسيدا لإرادتنا السياسية القوية قدرا مكثفا ومتزايدا في مجال الابتكار وبعض المؤسسات الناشئة التي تشكل رهانا وتندرج في سلم أولوياتنا الوطنية الهادفة إلى تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتنظيم هذا القطاع الواعد ومرافقة حاملي المشاريع في مختلف المراحل، حيث تم في هذا الصدد العمل على تثمين التكوين في العديد من التخصصات المعنية بنشاط المؤسسات الناشئة بما فيها عبر استحداث مدارس متخصصة، فضلا عن ربط الجسور التواصل بين مؤسسات التكوين والبحث من جهة وبين عالم المقاولاتية من جهة أخرى. كما تمت مضاعفة الجهود لمرافقة واحتضان المشاريع المبتكرة عبر استحداث أقطاب تكنولوجيا وإطلاق المنصة المخصصة للبحث والتطوير والابتكار المفتوح، وتخصيص مساحات لتوطين المؤسسات الناشئة خاصة داخل الجامعات، فضلا عن إنشاء آليات خاصة للتمويل ومنح العديد من التسهيلات لتشجيع هذا النوع من المبادرات القيمة.